حول ضلوع الأمم المتحدة بالفساد في العراق والتي كشفت عنه صحيفة الجارديان البريطانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. أستاذ كامل، بداية مرحبا بك. يعني بحسب صحيفة الجارديان فإن موظفي الأمم المتحدة متورطون بصفقات الفساد في العراق، يعني باعتبارك يعني كنت أحد العناصر العاملة مع وكالات الأمم المتحدة، هذه الاتهامات الموجهة لبعض عناصر الأمم المتحدة في العراق إلى أي مدى هي حقيقية؟ نعم، هي حقيقية وهذا معروف لكل العراقيين أنه الأمم المتحدة وكالاتها سألهم يقولوا لك أما أنه أموال سائبة فاسدة أو أنه لا نفع منها. وهذا حتى القوة الممولة للوكالات الأممية تعرف هذه القضية، وقديمة هذه حقيقة، ليس بظل هذا النظام، حتى النظام السابق أيام كوفي عنان، ويمكن تتذكرون كيف أنه ابنه طلع متورط بعقود تجهيز الغذاء مقابل النفط وقضايا كثيرة. وهذا أصبح من الأمور النمطية لعمل الوكالات الأممية وتعاملها مع العراقيين كمقاولين ومع العراقيين كمنظمات مجتمع مدني ونقابات وجمعيات ومؤسسات. وما هي أسباب الفساد في هذه الوكالات في العراق برأيك؟ الأسباب كثيرة، أسباب يعني عامة موضوعية تتعلق أن الوكالات الأممية هي الأعمال لذاتها، تشمل المسائل الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وكثير من القضايا اللي لا يمكن ربطها في ضابط او معيار. والامر الاخر انه فيما يتعلق بالعراق، الكثير من الوكالات الامميه تتعاقد مع مقاولين او منظمات عندها كوميونيكيشن، علاقات مع اصحاب القرار في المؤسسات الرسميه العراقيه. اذا ما عندك انت علاقه يعني صعب يعينوك او يكلفوك في تنفيذ مشروع. وهذه معروفه قديمه من التغيير ولحد الان، انه كل اللي يعملون مع المؤسسات الحكوميه العراقيه او القضائيه او النيابيه او حتى المفوضيات سواء بالنزاهه او بالانتخابات، كلها يجب ان يكون عندهم علاقات، يتبادلون المنافع الشخصيه حتى ينفذوا مشاريعهم. على ما يبدو يعني ان الفساد في العراق هو ليس فساد فقط ضمن يعني المنطقة الجغرافية هذه أو الإقليمية، يعني تقرير لصحيفة الجارديان أستاذ كامل يتحدث عن أن موظفي الأمم المتحدة أيضا يعني يأخذون نسبة 15% من صفقات العقود. هنا يعني اللوائح الأممية تسمح لموظفي الوكالات بأخذ هذه العمولات؟ لا تسمح. في منظومة الأمم المتحدة هنالك يعني اكو مسائل لا يعرفها الراي العام، انه حوالي ثلث الى نصف المبالغ المموله للمشاريع تذهب لمنافع القيادات الامميه اللي تعمل بالميادين او خارج العراق، سواء على شكل سكن وسكيورتي وامان وطائرات جت وكثير من المسائل. اما انه رسميا ياخذون نسبه يعني عمولة، لا ما موجودة، ولكن هذا أصبح ظاهرة بالنسبة للمقاولين الثانويين المحليين اللي يسموهم لوكال. هذول يعني هنالك نسب معروفة ويتعاملون مع أصحاب القرار بالمؤسسات الحكومية والقضائية والنيابية، والأمور ماشية بهذه الطريقة من الرأس من الممثلة الأممية إلى أصغر موظف. إذن هناك حالة فساد في الوكالات، لكن ألا يمثل ذلك فسادا في الأجهزة والمؤسسات في الحكومة التي تستفيد من هذه العقود؟ نعم، يعني هي الفساد متبادل، كلما كانت المؤسسات فاسدة الأمم المتحدة لا تستطيع أن تنفذ مشاريعها إلا بطريقة الإفساد، تفسد الموظفين وتستطيع أن تنفذ ما تستطيع وتنشر تقاريرها على انه نفذت هذا المشروع. هذا ايضا قديمه، كل المختصين يعرفون انه يقول لك ما دخلت الامم المتحده ازمه الا وافسدتها، يعني هذه قضيه معروفه.
هناك من يرى أن اشتراك الممثلين الأمميين في الفساد قد يفسر تلميعهم لصورة العملية السياسية في العراق رغم كل الفساد الذي يضربها والانتهاكات التي توسم بها. بالضبط، يعني لو تلاحظون كل المراجعات والتحوطات التي قدمتها الممثلة الأممية كلها أشارت إلى أن فساد العراق بنيوي ومفصلي وموجود في كل السلطات بما فيها أشارت حتى إلى القضاء. ولكن بالتقرير الأخير اللي قدمته أنه قدمت تقرير زاهر ووردي أنه كل الأمور تم معالجتها لأنها أيضا مشتركة ومتورطة مع الفساد وتقبل بنصائح السفارات اللي هي رئيسية في مجلس الأمن لموضوع البقاء والسكوت مرتبطة بأجندات تتعلق بأعضاء مجلس الأمن في موضوع استقرار العراق لأنها لا تريد أن تثير مشكلة في هذا الموضوع. نعم، شكرا جزيلا أستاذ كامل الحساني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، شكرا جزيلا لك.